يسعد اوقاتكم متابعين شركه إليجنت هوم العقاريه في اسطنبول. رجعنا لكم اليوم بفيلا جديده، الفيلا عم تكون قريبه من البحر وباطلاله بحريه. لتتعرفوا اكثر على التفاصيل تابعوا الفيديو للنهايه. الفيلا طبعا في منطقه بيليكدوزو، عم نكون قريبين جدا من مارينا بيليكدوزو وقريبين جدا من كافه الخدمات. الفيلا عم تكون على مساحه ارض 430 متر مربع، مساحه البناء عم تكون 550 متر مربع، مكونه من 8 غرف واربع صالونات واربع مطابخ. خليكم معنا نشوف تفاصيل الفيلا عن قرب. طبعا مدخل الفيلا الرئيسي عم يكون من هون، ولكن السلون جاهز راح يجي ويركب، بالاضافه للشبك الخارجي عم يكون في عنا هون مواقف سيارات بساعة تقريبا حوالي الأربع سيارات عم يكون، بالإضافة إلى الحديقة الأمامية مثل ما عم نشوفها هون، بالإضافة للمية الرئيسية تبع البلدية موجود في عنا بير في الحديقة. حاليا رح نشوف تفاصيل الفيلا من الداخل، اللي مثل ما تكلمنا هي عم تكون عندنا ثلاث طوابق فوق الارض وفي عندنا طابقين تحت. خلينا نشوفها مع بعض. بنبدا من الدور الارضي اللي هو مثل ما عم نشوفه نحن هون. الدور الارضي عم يكون في موجود عندنا غرفتين والصالون، الصالون طبعا عم يكون باطلاله مباشره على البحر مثل ما عم نشوف. هون عم يكون موجود في عنا المطبخ مثل ما ذكرنا. الفيلا لساتها جديدة، لسه عم تم حاليا إكسائها، التمديدات كلها جاهزة واحتجي المطبخ كامل يتركب هون. ننتقل لهون، في عندنا هون موجود حمام خارجي مع حمام موجود معه البانيو. موجود هون غرفتين نوم عم يكون موجودين، غرفة نوم أطفال وغرفة نوم رئيسية.
طبعا كمان موجود في عنا أسانسير، ممكن نصعد الأسانسير وممكن نستخدم الدرج. هاي منزل الدور السفلي، بنشوف باقي تفاصيل الفيلا. الدور السفلي كمان عم يكون في عنا غرفتين نوم، عم يكون في عنا صالة، عم يكون موجود مطبخ بالإضافة لحمامين خارجية. حاليا كمان رح ننزل الدور السفلي ونشوف باقي التفاصيل. بهذا القسم من الفيلا اللي عم يكون في عندنا قاعة كبيرة، ممكن نستخدمها كصالة رياضة، ممكن نستخدم قسم منها كقاعة سينما، أو ممكن نسوي غرفة ساونا، غرفة بخار، ممكن نعملهم بهالقسم. حاليا رجعنا للدور الأرضي اللي هو عند مدخل الفيلا، ورح نصعد للدور الأول نشوف باقي تفاصيل الفيلا. الدور الأول كان يكون في عنا غرفتين نوم رئيسيات، كل وحدة إلها حمامها، وفي عنا حمامين خارجيات بالإضافة للصالة اللي عم تكون إطلالتها على البحر مباشرة، بالإضافة لمطبخ عم يكون موجود عنا. كمان عم يكون في موجود للصالة بلكونين، بلكونة باتجاه البحر عم تكون بهالاتجاه من هون. كمان بالصالة في عنا بلكون تاني عم يكون بطالة جانبية. طبعا في عنا هون حمامين خارجيات، هون في غرفة نوم رئيسية عم يكون فيها حمامها الخاص.
حاليا رح نطلع للدور الثاني واللي هو الاخير. حاليا نحن بالدور اللي هو الاخير، عم يكون في عنا صالون مع تراس كبير بالاضافه لغرفتين نوم وحمامين خارجيات. طبعا مثل ما شفنا تفاصيل الفيلا مع بعض، عم تكون في منطقة بيليك دوزو على مساحة أرض 420 متر مربع، مساحة البناء عم تكون 550 متر مربع، مثل ما شفنا في عندنا دور عم يكون كامل للصالة الرياضية أو فينا نستخدم قاعة سينما، وبقية الفيلا مثل ما شفنا الغرف عم يكون في عندنا غرفتين منهم غرف رئيسية في لهم حمامهم الخاص، طبعا مثل ما شفنا كل دور فينا نستخدمه ونفصله عن الدور اللي بعده بشكل خاص وفينا نوصلهم كلياتهم مع بعض، وشفنا الاسانسير لسهولة الحركة للكبار بالسن أو لنقل الأشياء. أطلالتها عم تكون مباشرة على البحر وقريبين عم نكون من مارينا بيليك دوزو. طبعا إذا عندكم أي استفسار حول هاي الفيلا أو فيلا أخرى في اسطنبول بإمكانكم التواصل معنا على رقم الظاهر أمامكم في الفيديو أو اتركوا لنا تعليقكم وراح اتواصل معكم أحد فريق المبيعات عندنا في الشركة. ولو ما عرفت السعر بإمكانكم تطلعوا على صندوق الوصف، بتلاقوا السعر في صندوق الوصف. ولا تنسوا تسووا اشتراك بالقناة ليوصلكم كل جديد.